ضمن التفاصيل اللي اكيد دايما بتكون مقترنه بعيد الفطر المبارك فكره الكحك والغريبه كحك العيد. يمكن بالنسبه لنا كلنا بنسعد اكيد بان احنا ناكل كحك العيد، لكن في ازمنه سابقه وتحديدا في مناطق يمكن اللي اتقال عليها مناطق شعبيه، الموضوع كانت المتعه فيه بتتعدى مجرد الاكل او التناول، لا ده كان ليله العيد او قبل منها بليلتين في بعض الاحيان، الاسره بالكامل كل السيدات اللي فيها بقياده الجده او الام ومعاها كل الاطفال كلهم بيتجمعوا كلهم بيقعدوا على، كان في زمان حاجه اسمها صاج، اسمها ايه اللي كان بيشروها على اسمها ايه، وقعت مني هي صاج صاجه، وكان في ناس بيسميها صاجه صحيح، بيتحط عليها الكحك، وتلاقي مثلا ايه برضو في المناطق الشعبيه تلاقي حد مثلا ماشي بعجله وحاطط على راسه اربع خمس صاجات فوق بعض من دول وماشي في حركات اكروباتيه بهلوانيه عجيبه لغايه لما يوصل للفرن عشان الكلام ده يتخبز هناك، كان الناس بتعمل كحكها بنفسها مش زي دلوقتي، بقت الناس بتستسهل دلوقتي فعلا الاسعار كمان خليني اقول لك يعني عاليه، انا ما نزلتش بنفسي بس ناس كتير كانت عامله شير يعني لاسعار الكعك والحاجات دي في المحلات اسعار عاليه جدا، فيمكن زمان بقى عشان كان في منافس اللي هو البيت ان انت تعمل طبعا في البيت، فكان وأحلى كحك ربما العلم. فعلا كان احلى صحيح. كحك واحلى غريبه معمولين في البيت انا بتفق معاك يعني ما اعرفش، انا بتفق ان برضو ان فعلا هي عاده اختفت شويه، يعني ناس كتير ما بقتش تعمل الكعك او الكحك ده يعني في البيت وبقوا يشتروا. على كل حال زي ما احنا بنقول كده خلينا نروح، لان احنا سالنا البنات والسيدات تحديدا بقى السؤال ده وقلنا لهم انتوا لسه بتعملوا الكحك ده في البيت ولا العادة دي فعلا انتهت؟ خلينا نتابع. الناس بقت تستسهل طبعا الجاهز، يعني في يعني فرايتي كتير، فبالتالي الناس بدأت تعمل كده. طبعا الكحك كان الاول يعني عايز مشقة جامدة وناس كتيرة وولاد كتير قاعدين، خلاص دلوقتي ما بقاش بقى حد بيعمل كده، كله بيستسهل الجاهز يعني. خلاص بقينا نجيب جاهز، كنت زمان بعمل وولادي صغيرين لما كبروا ما بقوش ياكلوه، ولما بحب اجيب مش بجيب حتى دايما، يعني ممكن اجيب سنة وسنة ما اجيبهاش مش بالضرورة يعني. لا بالنسبة لي الشراء دلوقتي طبعا يعني هو برضو ماما هي يعني ربنا يديها الصحة هي اللي ممكن ساعات تعمله، بس برضو دلوقتي لا خلاص يعني. احنا لسه بنعمله في البيت عشان دي عاده وعادات وتقاليد عندنا يعني في العيله، وفي البيت بتبقى بالنسبه لنا لحظه مفرحه جدا للاطفال وللكبار لما بنقعد نعمل كده البوتيفور والكحك والبسكوت والحاجات دي، بالنسبه لنا لسه بنعمله في البيت يعني العاده لسه موجوده. لا هي موجوده عند الناس القدام اللي هم لسه موصلين ان هم بيعملوا الكحك في البيت ودي عاده جميله، بس عندنا احنا دلوقتي لا للاسف، هو للاسف الريتم السريع بتاع الحياه لا بقينا بنشتريها من بره احسن واوفر لينا في الوقت وفي المجهود وفي كل حاجه. بالنسبه لي لا بشتري جاهز من يعني بقالي فتره طويله صراحه، يعني كانت الكلام ده عند ماما وجديتها والكلام ده، بس انا بالنسبه لي لا جاهز، وبالنسبه لكل اللي حواليا يعني مش انا بس، يعني معظم الناس دلوقتي العاده دي خلاص انقرضت، يعني ممكن الستات البيوت القديمه قوي اللي ممكن لسه محافظين عليها، لكن كلنا دلوقتي بنعمل بنشتري جاهز ما حدش بيعمل. لسه موجوده مامتي بتعمل الحاجات دي في البيت كل سنه، ما فيش حاجه اتغيرت لسه. اظن ان عاده الكحك لسه موجوده بالذات مع الناس اللي هي تيتا وماما والناس دول، وانا من الناس اللي بحب اروح قوي في العيد اروح ان انا اتابع واشارك، وفي يوم من الايام ممكن اعمل عاده الكحك في البيت. لا انتهت من زمان ما ابتدتش عندي اساسا لا بنجيب جاهز اكيد اوفر وفي الوقت وفي المجهود، وما بقاش حد يقدر يعمل دلوقتي كحك في البيت صراحه، بقينا بنشتري جاهز. لا الى حد ما الحمد لله انا محافظه عليها لان دي حاجه بتفرح الولاد عندي في البيت، فبنتلم كلنا ولادي ولاد اخواتي كل سنه كده يومين ثلاثه بنعمل حاجات بسيطه كميات بسيطه منها بنفرح الولاد، وبتبقى حاجه لذيذه ومحافظين على العادات بتاعه اهالينا، وفي نفس الوقت لو بصيت لها من ناحيه اقتصاديا هتلاقيها موفره جدا، والولاد الصغيرين طالعين فرحانين جدا بالحاجه دي، هما بيعملوا يمسكوا كحكه وينقشوا ويعملوا، فبتبقى حاجه لذيذه يعني. أو يعني لو عملناها بطريقة النسبة والتناسب هتلاقوا إن أغلب السيدات اللي اتكلموا في التقرير ده كل أو تقريبا كلهم مش كلهم قوي على الأقل ثلاث أرباعهم قال لك لا إحنا الأسرع بالنسبة لنا والأوفر، ودي غريبة. دي غريبة، أنا فعلا أنا استغربت لما سمعت حاجة زي كده، لأن أنا كنت فاكرة العكس، أنا كنت فاكرة إن أنت لما تشتري المفروض إن ده مش أوفر خالص، بالعكس لما تعمل في البيت هو اللي أوفر، فدي مش عارف. بس الشيء المؤسف في كل الأحوال إن العادة زي ما سمعنا ده في ناس بتقول لك أوشكت على الانقراض يعني. طب
فاضل لنا ايه يا اخواننا؟ ده هو العيد عباره عن ايه غير كحك العيد والاطفال لما يقعدوا يلبسوه والعيديه ولبس العيد؟ طب يا ترى